هذا اللقاء الذي ينعقد حاليا في الرباط لمجلس حقوق الإنسان له عدد من الدلالات الهامة، أولها وهو يعني التقدير الكبير والاحترام الكبير الذين تتمتع بهم المملكة المغربية على المستوى الدولي في ميدان حقوق الإنسان، في ميدان الحقوقي، اعتبارا للدور الدبلوماسية المغربية على المستوى الدولي في هذا القطاع. وهذا اللقاء كذلك يعبر عن اعتراف لكل التراكمات والإصلاحات الهامة التي عرفت في بلادنا منذ سنوات وسنوات، والتي مكنتها هذا التجربة انطلاقا من هذا التراكم، مكنتها من التفاعل على المستوى الدولي وأخذ المبادرة وطبيعة الحال انتخاب المغرب على رئاسة المجلس حق الإنسان وهي أعلى هيئة وأهم هيئة على المستوى العالمي إطلاقا. هذا الانتخاب هو بنفسه يعني يعبر عن ما قلت في السابق. فما هو المقصود من هذا اللقاء، من هذا الخلوة؟ المقصود هو تدعيم هذا المجلس وجعله يعني يتجاوب مع مسؤوليته في مناخ دولي ليس بالسهل كما تعرفون، وفي صعوبات هناك كثيرة، ولكن في نفس الوقت يجب الحرص على فعاليته، على مصداقيته، وعلى عقلنة أشغاله. فهذا العناوين كلها اختيرت من طرف الرئاسة المغربية هذه السنة كي تناقش هنا في الرباط، لنستخلص بعض التوصيات حتى تبقى بصمات الرئاسة المغربية بعد هذا يعني الورش واضحة في مستقبل هذا المجلس، وكذلك يعني تناسبا مع الطابع الأساسي للدبلوماسية المغربية كما يريده جلالة الملك نصره الله، وهو طابع المسؤولية والجدية والمصداقية. من جهة أخرى يعني اللي هو مهم كذلك ذكره هو الحضور، حضور كثيف جدا، ربما قد يكون استثنائي، لأن كما لاحظتم جميع أعضاء المجلس خلاف يعني وفدين أو ثلاث وفود، بما وكذلك الإجراءات الخاصة، المجتمع المدني، الخبراء، وبطبيعة الحال السكرتارية المفوضية السامية وعلى رأسها السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان. هذا الحضور كله يعني يبرز أهمية هذا اللقاء، ويبرز كذلك أن جاذبية المغرب في هذا الميدان، ويعني الإنصات للمغرب أصبح شيء يعني معترف به في لما الأمر يتعلق بتنمية حقوق الإنسان واحترامه. فنحن نسب بعد ظهر اليوم انتهاء هذا اللقاء أن نقوم بجرد سيقدم من طرف الرئاسة المغربية، وسيبقى كما ستبقى كل الوثائق التي اعتمدت في الأسابيع والشهور السابقة، ستبقى يعني مساهمة قيمة للمملكة المغربية في هذا الورش وفي هذا يعني الأنشطة للأمم المتحدة ككل. من جملة كذلك القضايا الأساسية ربما أختم بذلك، وهو جعل المجلس منفتح على ليس فقط مناخ الذاتي، ولكن على المستوى الدولي مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة التي لها خبرة، حتى يتمكن المجلس من استفاد من هذه الخبرة، لأن هناك قضايا بعض الأوقات يعني ذات تقنية عالية وذات يعني معقدة، وهذا يجب كذلك أن يؤخذ بعين الاعتبار حتى يبقى المجلس يتجاوب مع مسؤوليته.